في مثل هذه الأيام نحيي الذكرى السنوية الأولى للحرب القاسية التي فرضت علينا. إنها حرب النهضة ضد محور الشر الإيراني الذي نهض لكي يبيدنا. نحن مصرون أكثر من ذي قبل على ضمان مستقبلنا وعلى انتصار على أعدائنا. في لبنان قضينا على نصر الله ومسؤوليه، وجنودنا الأبطال يقومون بعبادة والقضاء على السلاح والأنفاق الإرهابية التابعة لحزب الله، وهم يحاربون بقوة من أجل إعادة سكاننا بأمان إلى منازلهم. حربنا ليست ضد الشعب اللبناني، بل نحن حربنا ضد ذراع حزب الله الإيرانية التي احتلت لبنان. إنني من هنا أتوجه بصورة مباشرة للأمين عام للأمم المتحدة. لقد آن أوان إخراج اليونيفيل من قواعد حزب الله. لقد طلب الجيش الإسرائيلي ذلك مرارا وتكرارا، وقد قوبل طلباته بالرفض لإخراج هذه القوات التي تتمثل مهمتها في توفير الأمن لحزب الله. هذا الأمر يعرض القوات للخطر ويعرض حياة جنودنا للخطر أيضا، ونحن نقوم بكل ما يمكننا من أجل الحؤول دون الإضرار بالجنود، ولكن أبسط ما يمكن القيام به هو إخراجهم بكل بساطة من مناطق الخطر. سيدي الأمين العام، عليك إخراجهم الآن وفورا. لأسفي على مدار أيام طويلة يقوم زعماء أوروبيين بممارسة الضغط في المواضع غير الصحيحة. بدلا أن يتوجهوا إلينا، عليهم أن يوجهوا نقدهم إلى حزب الله الذي يستخدم يونيفيل كدروع بشرية، كما تستعمل حماس في غزة الأنروا كدروع بشرية. وللأسف فإن موظفو أنروا قد ساهموا في العمل الإرهابية. نحن نعمل في غزة من أجل القضاء على حماس وإخراج أسرانا. جنودنا يعملون في قلب جباليا. إن مختطفين 101 هم على رأس سلم أولوياتنا دائما، وسنقوم بكل ما يمكننا فعله من أجل إعادتهم إلى المنزل. أما في الضفة الغربية فإن قواتنا تعمل من دون توقف برا وجوا من أجل القضاء على الإرهاب. لن ينتصر الإرهاب هناك لأن نسمح له بالنصر. وفي جبهات أخرى سنواصل العمل من أجل ضمان أمن إسرائيل. هناك لحظات في هذه الحرب علينا أن نلتزم فيها بقانون واحد وبسيط، وأدعو وزرائنا إلى الالتزام بهذا القانون. الحديث أقل والفعل أكثر. سننتصر. إلى مواطني إسرائيل، أتمنى لكم سنة طيبة لكم جميعا. مثل هذه الأيام نحيي الذكرى السنوية الأولى للحرب القاسية التي فرضت علينا. إنها حرب النهضة ضد محور الشر الإيراني الذي نهض لكي يبيدنا. نحن مصرون أكثر من ذي قبل على ضمان مستقبلنا وعلى انتصار على أعدائنا. في لبنان قضينا على نصر الله ومسؤوليه، وجنودنا الأبطال يقومون بعبادة والقضاء على السلاح والأنفاق الإرهابية التابعة لحزب الله، وهم يحاربون بقوة من أجل إعادة سكاننا بأمان إلى منازلهم. حربنا ليست ضد الشعب اللبناني، بل نحن حربنا ضد ذراع حزب الله الإيرانية التي احتلت لبنان. إنني من هنا أتوجه بصورة مباشرة للأمين عام للأمم المتحدة. لقد آن أوان إخراج اليونيفيل من قواعد حزب الله. لقد طلب الجيش الإسرائيلي ذلك مرارا وتكرارا، وقد قوبل طلباته بالرفض لإخراج هذه القوات التي تتمثل مهمتها في توفير الأمن لحزب الله. هذا الأمر يعرض القوات للخطر ويعرض حياة جنودنا للخطر أيضا، ونحن نقوم بكل ما يمكننا من أجل الحؤول دون الإضرار بالجنود، ولكن أبسط ما يمكن القيام به هو إخراجهم بكل بساطة من مناطق الخطر. سيدي الأمين العام، عليك إخراجهم الآن وفورا. لأسفي على مدار أيام طويلة يقوم زعماء أوروبيين بممارسة الضغط في المواضع غير الصحيحة. بدلا أن يتوجهوا إلينا، عليهم أن يوجهوا نقدهم إلى حزب الله الذي يستخدم يونيفيل كدروع بشرية، كما تستعمل حماس في غزة الأنروا كدروع بشرية. وللأسف فإن موظفو أنروا قد ساهموا في العمل الإرهابية. نحن نعمل في غزة من أجل القضاء على حماس وإخراج أسرانا. جنودنا يعملون في قلب جباليا. إن مختطفين 101 هم على رأس سلم أولوياتنا دائما، وسنقوم بكل ما يمكننا فعله من أجل إعادتهم إلى المنزل.
أما في الضفة الغربية فإن قواتنا تعمل من دون توقف برا وجوا من أجل القضاء على الإرهاب. لن ينتصر الإرهاب هناك لأن نسمح له بالنصر. وفي جبهات أخرى سنواصل العمل من أجل ضمان أمن إسرائيل. هنالك لحظات في هذه الحرب علينا أن نلتزم فيها بقانون واحد وبسيط، وأدعو وزرائنا إلى الالتزام بهذا القانون. الحديث أقل والفعل أكثر. سننتصر. إلى مواطني إسرائيل، أتمنى لكم سنة طيبة لكم جميعاً.